فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقال أن من فاتته ثلاث جمع فإنه يعتبر كافرا، فهل لهذا الكلام أصل؟ من فاتته إيش؟ ثلاث جمع فإنه يعتبر كافرا، فهل لهذا الكلام أصل في الشرع؟ منين جاب الكلام هذا؟ يعني ما يصلي جمعة ولا ظهر، إذا كان متعمد ولا يصلي جمعة ولا ظهر كافر، أما إذا كان إنه يصلي ظهر ولا يترك الصلاة لا يعتبر كافرا، إنما يعتبر عليه الوعيد، ختم الله على قلبه. نعم، يعتبر عليه الوعيد. نعم.